نبدأ احنا بقى هنتكلم عن المرة دي. احنا المرة اللي فاتت خلصنا الديفكتس اللي بتبقى في المجزلة. بما ان في ديفكتس في المجزلة فأكيد هيحصل لنا مقابل ليها ديفكتس في المندبل. احنا المرة دي هنتكلم على الديفكتس بتاعت المندبل و how to manage. نتكلم كده عن بس الهيستوري بتاعت الجروث بتاع المندبل زي ما اتكلمنا عن المجزلة. ده بيجي عند الفورث للتنس ويكس، بيبتدي يطلع لي بروميننس، 5 بروميننس كده، ويبتدوا ان هم عايزين يجمعوا على بعض. ايه هم البروميننس اللي بيطلعوا دول؟ الفرونت نيزل والتو ماكسيلاري بروميننس والتو مانديبولار بروميننس. احنا شايفين في الصوره كده، ادي عندي الفرونت نيزل بروميننس، وعندي تو ماكسيلاري بروميننس، وعندي هنا ايه التو مانديبولار بروميننس اللي هيبتدوا يعملوا لي المندبل. دكتور، المندبل نعم، البرزنتيشن مش ظاهرة عندي، مش عارفة هو أنا لوحدي ولا ايه. طب يا جماعة حد ظهر عنده ولا مفيش حد ظهر عنده؟ شغالة يا دكتور، ظهر يا طيب دكتور هاي بس بس متكلمش. ما انا لسه ما قلبتش، انا لسه في اول صف. كده ظهرت عندي يا دكتور. تمام 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 ماشي. شكرا. احنا اتكلمنا على المندبل. المندبل بيكون ازاي؟ بيكون عند الفورث للتنس ويكس، بيبتدي تو مانديبولار بروميننس يجمعوا على بعض عشان يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي المندبل. طيب ايه اللي ممكن يحصل يعمل لي ديفكت في المندبل؟ ايه الديفكت اللي ممكن يحصل؟ احنا في المجزله اتكلمنا ان كان عندنا كونجنتال ديفكت وعندنا اكوار ديفكت. المندبل بقى هندخل على طول على الديفكتس اللي بتيجي من بره، اكوايرد ديفكتس. الاكوايرد ديفكتس اللي ممكن تعمل لي مشكله في المندبل زي ما اتكلمنا برضو في الاكوايرد ديفكت بتاعت المجزله، لا اما عندي تروما، عنده حادثه بقى، حد خبطه بيلعب بوكسينج مثلا، دي بتعمل لي تروما. تيومور ريسكشن، عندي تيومرز واضطر عشان اشيله هشيل هعمل حاجه اسمها سيفتي مارجن، فهشيل جزء كتير كبير من المندبل فبيبقى عندي ديفكت. انفلاماتري ديزيز، في بعض الديزيز لما بتتساب من غير علاج وبالذات اللي بتبقى في البون وبنسيبها لفتره طويله او السيستميك ديزيز ممكن تؤدي ان انا هضطر ان انا اشيل جزء من البون. وطبعا الراديو نيكروزز، الراديو نيكروزز بيجي للبيشنتس اللي بياخدوا راديو سيرابي نتيجه ان هم عندهم تيومر. فالراديو نيكروزز ده بيسبب تآكل في العظم، يعني العظم موجود بس يبتدي يتاكل، يحصل له اتروفي كده فنضطر ان احنا نشيله، ما عادش شغال ميت. ايه الديسابيلتيز بقى اللي بتجيلي نتيجة ان حد شال جزء من المندبل سواء كله او جزء منه؟ اول حاجة طبعا البيشنت ده ما هيعرف ولا يشرب ولا يتكلم. الاوكلوجن بتاعه طبعا ضاع لان بيبقى فيه جزء فيه احنا عارفين المندبل هو الجزء المتحرك والمجزله هي اللي ثابته. طيب دلوقتي الجزء المتحرك ده كان حجمه الاوكلوجن، يعني عارف ان انا بقفل هنا بس دي القفله بتاعتي عشان انا عندي سنان اوبوزنج فبتقفل الاوكلوجن. طب دلوقتي انا الجزء المتحرك ده مبقاش فيه حاجه حاكماه، الاوكلوجن بتاعه طار نتيجه ان انا شلت جزء من المندبل. البيشنت العادي انت لما بتبقى قاعد عشان تعمل تبلع ريقك زي ما بيقولوا، تعمل كنترول للصلايفة دي، بتقفل المندبل على المجزله وبتبتدي ايه تعمل سوالوينج وتبلع الصلايفة. طب انا الكنترول ده ما عادش موجود، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي البيشنت دايما اللي عامل مندبلوبكتومي عنده زي ما بيقولوا زي الاطفال بيريل، هتلاقي خط صلايفة دايما نازل بالناحيه اللي فيها الديفكت غالبا، لان هو مش عارف يبلع ريقه، مش عارف يقفل الاثنين على بعض ويعمل النيجاتيف بريشر ده ويسحب الصلايفه. المندبل هيبقى فيه دايما ديفيشن ناحيه الجزء اللي فيه ديفكت، يعني الجزء اللي انا شلته ده هتلاقي دايما المندبل معوج ناحيته. يبقى انا عندي زي ما قلنا في المجزله عندي نفس المشاكل اللي هي الاكل والشرب والكلام، وهنزود عليهم بقى ان انا بقى عندي الكنترول بتاع الصلايفه في مشكله، وعندي الاوكلوجن نتيجة ان انا عندي مندبل ده هو الجزء المتحرك، فبقى عندي ديفكت في الاوكلوجن، بقى عندي الاوكلوجن طالع ولازم مبقاش مظبوط.
عندي limited range of motion. ليه عندي limited range of motion؟ لأن أنا قلت المندبل هو الجزء المتحرك، المجزلة ما كانش فيها المشكلة دي لأن المجزلة جزء fixed ما بيتحركش، فبقى عند الجزء اللي فيه المشكلة هو المندبل. الديفكت بتاعي هقسمه لتو مين كاتيجوريز كبيرة جدا اسمها مانديبولار كونتينيتي ومانديبولار ديسكونتينيتي. يعني ايه الكلام ده؟ لو جينا بصينا كده على الصورتين دول هلاقي عندي جزء دي، انا شلت جزء من المندبل بس فضل خط رفيع من البون حافظ شكل المندبل زي ما احنا شايفين. طب يبقى الديفكت ده اسمه كونتينيوتي بريزيرفد. يعني ايه؟ انا حافظت على الشكل العام للمندبل والمندبل لسه واصل كله مع بعضه. يعني البيشنت شكله هتلاقي عنده الحته من فوق الديفكت دي، هتلاقي المسلز كده داخله جوه لان ما عادش فيه سبورت، بس شكل المندبل بتاعنا ده شكل الفيس موجود النورمال. اجي ببص على الصوره اللي جنبيها اللي هي فيها المندبلر ديسكونتينيتي دي، يعني ايه؟ انا شلت البون كله من اوله لاخره، ما عادش فيه بون خالص. ده اللي هتلاقي بقى فيه ديفكت باين جدا، وهتلاقي فيه الديفيشن والكلام ده هيبقى باين جدا في البيشنت اللي عنده الديسكونتينيتي ده. يبقى انا عندي نوعين، يا اما بيشنت هشيل الديفكت كله بس هيتبقى لاير من البون غالبا اخر جزء دوت بيبقى حافظ شكل المندبل زي ما هو، او بيشنت تاني هضطر اشيل توتال ريسكشن. يعني انا شلت البون اللي فيه ديفكت كله من اوله لاخره، يعني الحته دي بقت سوفت تيشو ما عادش فيها بون خالص. يبقى انا عندي تو مين كاتيجوريز هقسم فيهم الريسكشن بتاعي، لا اما هشيل خالص البون واشيل اللي بسميها ديسكونتينيتي، لا اما هسيب جزء عاملين زي شريط كده ماسكهم مع بعض وده هسميه كونتينيتي بريزيرف. طب على اي اساس هسيب دي واشيل دي؟ ده على اساس الجراح اللي شغال. لو مثلا هو عنده التيومر براين و انكلوزد وعارف مكانه فين، فما بيضطرش يشيل كتير، بيعمل السيفتي مارجن بتاعه ويسيب. طب لكن لو هو عنده اجريسيف تيومر او ساركوما بقى، فبيضطر يشيل كل، ما بيسيبش فرصة ان انا يبقى عندي لسه تيومر سيل موجود. البيشنت اللي انا عنده الكونتينيتي لسه موجوده في السكشن، ممكن بعد ما يحصل له هيلينج واتاكد ان هو تمام، ولو هو تيومر اتاكد ان مفيش كرنت ريت والكلام ده، لو هو بيشنت جاي في اكسيدنت او تيو او تروما او حاجه، بعد ما اشيل له السكشن ده ممكن بعد كده اعمل له امبلنت، احط اوتوجينس بون او احط ارتفيشال بون واعمل له امبلانت واظبط الموضوع. لكن طبعا البيشنت اللي عنده ديسكونتينيتي هحط امبلانت ان ما فيش بون، ولا حتى هقدر، حتى ما اقدرش احط اوتوجينس بون ولا حاجه، لان اصلا ما فيش سبورت. يعني هحط في السوفت تيشو فمش هينفع. زي ما احنا شايفين اهو البيشنت، ادي البيشنت اهو اللي عنده كونتينيتي. اجي انا في الحته دي ارفع البون بتاعي، طبعا احنا عارفين ان احنا ممكن نعمل في بقى الكريستال بون والحاجات دي كلها، اي حاجه من دي ممكن استخدمها، واحط فيها الامبلت واسيبها لغايه ما يحصل لها اوست انتجريشن ويقدر البيشنت يستخدمها بعد كده. يبقى انا عندي البيشنت اللي عنده كونتينيتي ديفكت هقدر اعالجه اسهل في العلاج من البيشنت اللي عنده ديسكونتينيتي اللي انا شلت خالص الريدج بقى كله بقى على بعضه. ادي شكل البيشنت اهو، حطينا له الامبلانت وبعد كده ممكن يتعامل عادي. اشكال كتير طبعا حسب احنا شلنا قد ايه، الحته دي قدام الاكستنت بتاعها قد ايه، هتحتاج كام امبلانت، بس بقولنا ان هو اسهل في التعامل. طب البيشنت بقى اللي عنده ديسكونتينيتي اللي هو احنا قلنا ايه، شلنا البون على بعضه كده بقى سوفت تيشو، ده ممكن يعمل له ايه؟ ممكن يعمل له بون جرافت بقى، يعمل له بون جرافت. يعني يجيب بقى البون ده هيجيبه، لا اما يجيب سنسيتك بون، لا اما
هرمون من جزء جسم الإنسان غالبا بياخده من الحتة اللي هي ورا الركبة دي، عشان أرجع شكل الكونتينيتي، يعني أرجع البيشنت ده لشكله النورمال، يعني أرجع الشكل بعد ما كان خلاص البيشنت بقى ده بقه كده داخل اللي هو سينكين، مفيش بق خالص، وأعمل له بعد كده أنستس. طبعا بيحتاج بيتس بقى عشان أثبت بقى حتة البون اللي أنا حطيتها اللي هما بنوا عليها المسامير والشرايح دي، عشان أثبت إيه؟ أثبت شكل، أثبت البون اللي أنا حطيته. لو جينا بصينا على الصورة دي أهو، حاطط بليتس، حاطط سكروز عشان يثبت الجزء بتاع البون، لأن إحنا قلنا البون اللي إحنا هنحطه ده عايم مفيش حاجة تحتيه، فهضطر إن أنا أثبته ببليتس. يبقى الأولانية أنا محتاجتش ده، ممكن أحتاج أحط له بون جرافت صغننة وأحط عليه الإمبلانت وهتمشي معانا على طول. لكن البيشنت لا أعمل له ديسبنتانيتي، لو شلت كتير من البون مش هينفع أحط بون كده لوحده سايب، لا بحط له بليتس وسكروز عشان اثبت الجزء بتاع البون اللي انا حطيته، وبعد كده لما اطمن ان هو حصل له هيمنج ابتدي احط له الامبلانت بتاعتي. زي ما احنا شايفين ده different types من الامبلانتس اللي انا ممكن احطها للبيشنت دون. زي ما احنا شايفين اهو في بليت ده من ضمن المستعبين، وحاطط بليت عشان يثبت البون. شايفين قد ايه لو بنبص على الدنشر هو لابسه، شايفين قد ايه الديفكت تحت ده نتيجة إن هو شايل إيه؟ شايل على بعضه كده اللي هو شايل الإمبلانت، شايل البون اللي تحت خالص. الجزء اللي إحنا لما قلنا جبنا قطوش مظبوط وظبطنا شكله وحطينا له بليتس والكلام ده بيبقى اسمه ريكونستراكشن. يعني إيه؟ يعني أنا ببني الشكل عشان أرجعه. طب إمتى الريكونستراكشن ده يبقى كونتر إنديكيتد ما ينفعش أحط؟ لما يبقى عندي ديفيشن كبير جدا، يعني انا بقى شايل جزء اكتر من ان انا اقدر اعوضه، يعني مثلا لو بيشن شايلين اكتر من نص المندبل، طب انا هقدر مهما كان مش هقدر اثبت كل الجزء ده. يبقى كل ما بيبقى عندي ديفيشن كبير قوي كل ما بيبقى صعب عليا ان انا اعمل له ريكونستراكشن. احنا بنتكلم على ايه؟ على الديسكونتينيتي ديفكت. البيشنت اللي عنده ديفيشن ده احنا قلنا هيعمل له ديفيشن ريستكتد سايز سايد، يعني ناحيه الناحيه اللي انا شايل منها. طب حل الديفيشن ده ازاي؟ يعني ديفيشن ده ارجع البيشنت هو يحط في النورمال ازاي؟ البيشنت اللي عنده سنان زي ما برضه ما قلنا في المجزره الفيك بيبقى اسهل لي من البيشنت اللي ما عندوش سنان. البيشنت اللي عنده سنان عندي تيث عامله جايدنج للاوكلوجن، هقدر استخدمها ان انا ارجع البيشنت للنورمال اوكلوجن بتاعي واقفله القفله الصح، لان هو عنده سنان تعمل له جايد. لكن البيشنت اللي ما عندوش سنان الايدنشال بيشنت ده ممكن يقفل في كذا اتجاه، يقفل قدام ورا وعلى جنب وحته بورب شويه وحته ناحيه اليمين، لان هو ما عندوش حاجه عامله جايد للاوكلوجن. زي ما يجيب لي كده بيشنت بارشل ولا عندي كلاس 1 اوبر وكلاس 1 لور، بتعامل معاه ان هو كومبليت ديتشر واعمل له بايك، لان انا مش عارفه البيشنت ده هيقفل ازاي. عكس البيشنت اللي هو مثلا باوندد كلاس ليه ولا حاجه، بيبقى عندي حاجه حافظه الاوكلوجن بتاعي فاقدر ارجعه للبايك بتاعتي. نفس الكلام في البيشنت اللي عنده مانديبولار ديفكت، كل ما يبقى الديفكت بتاعي قليل والبيشنت عنده سنان كل ما اقدر اعمل له جايدنج مظبوط واحاول اصلح الديفيشن. ادي بيشنت مثلا اهو ناحيه الريستكتد سايد، يعني هنا فوق هنا عامل طبعا شايفين السويلنج وكده نتيجه السيرجي ونتيجه خلاص ما عادش فيه سبورت والدنيا كلها سايحه على بعضيها، دوت اللي فيه ديفكت ودي الناحيه النورمال، ادي المفروض الديفكت. البيشنت ده هيبقى اسهل ان انا ارجع له الديفينيشن، لان انا عندي ايه؟ عندي سنانهم مولرز ومولرز هيقدروا يعملوا اوكلوجن مع بعض، وهقدر امسك الاثنين دول اشدهم وامسكهم جنب بعض لان في سنان. البيشنت ما عندوش سنان بقى انا هشد دول امسكهم فين؟ هم ما لهمش قاعده ما لهمش ماسكه. في حاجه اسمها الفرونتال بلين روتيشن. يعني ايه فرونتال بلين روتيشن؟ لو احنا بصينا على الصوره كده احنا عندنا
الماندبل ده الجزء اللي انا شايلاه ده كان ماسك فيه مسلز، صح ولا لا؟ في انسرشن بتاعت مسلز واتاتشمنت بتاعت مسل بتاعت الماستيكيشن كانت ماسكه في الجزء ده اللي انا شلته من الماندبل. طيب لما انا بقى المسلز دي ما عدتش ماسكه في حاجه، طايره كده مع نفسها، بتعمل لي حاجه اسمها فرونتال بلين روتيشن. اهو يعني اللفه دي المندبل واقع في ناحيه ماسكه مسلز وناحيه المسلز طايره في الهواء، فيبتدي يلف حوالين نفسه، يعمل لي حاجه اسمها فورسفال كلوجر، هو قافل غصب عنه لان المسلز ما عدتش ماسكه في حاجه، مش شاده حاجه، المسلز عامله زي عروسه الماريونيت كده، لما فجأة قطعت العصاية اللي أنا ماسكاها فالحبال اللي ماسكة الماريونيت وقعت. نفس الكلام الماندبل ده كان متثبت بمسلز، أنا شلت جزء فالمسلز بقت ريلاكسد مش ماسكة في حاجة. عشان كده بلاقي السنان بدأت تلف، يلف ويروح ناحية فين؟ يروح ناحية الناحية اللي فيها ديفكت. أدي لفت ناحية الناحية اللي فيها الديفكت. طيب انا المفروض اعمل ايه بقى؟ انا المفروض ان انا عايز ارجع السنان الديفيشن دي للنورمال اوكلوجن، عايز اقضي على على الروتيشن اللي حصل ده. نبص كده على الصوره، ادي البيشنت، البيشنت ماله؟ بس دي على جنب، ادي البيشنت، البيشنت عايز يقفل في النورمال بتاعه اللي هو يعمل كونتاكت هنا بين التيت البوستيريور تي في العادي، ادي الريستريكتد سايت. طيب ايه اللي هيحصل؟ بيحصل الفرونتال روتيشن اللي احنا بنقول عليها دي، ويحصل له فورسد كلوجر، يروح رايح ناحية ايه؟ يعني يقفل وبعد كده يروح متزحلق رايح ناحية الجزء اللي فيه ديفكت. يبقى البيشنت بيحاول النورمال عادي ان احنا قاعدين، اللي متسجل عنده ان انا هقفل المونرز دي وهتيجي على المونرز دي وهقفل في النورمال اوكلوجن. طب ايه اللي بيحصل؟ لا، بعد ما بيحصل النورمال ده بتيجي ان مفيش ماسلز بتعمل كونتر اكت للماسلز اللي قدامها، فبيحصل الروتيشن ده ويعمل لي فورسفل كروجر، فورسفل كروجر ناحيه الناحيه اللي مفيهاش سنان، ويبتدي يعمل لي دروب للاوكلوجن، يبقى الاوكلوجن زي ما احنا شايفين كده واقع. طيب انا بقى عرفت المشاكل وعرفت المشكله القائمه الكبيره عندي اللي هي الديفيشن، وانا محتار سيزيس اللي ممكن اعمله. الديفيشن عنده مشكله، عندي ديفكت في المنطقه. طيب انا ممكن عشان اعالج الديفيشن اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها انتر ماكسيلري فيكسيشن. يعني ايه انتر ماكسيلري فيكسيشن؟ يعني هثبت الابر واللور في النورمال بتاعنا، في النورمال اوكلوجن، ما خلوش بقى يعمل فورس، لا انا هثبته في البايت المظبوطه بتاعته واعمل له فيكسيشن فور سيفرال ويكس. بس هعمل حاجه اسمها الاستكس، هحط الاستك كل شويه اغير الاستكس. الفيكسيشن ده الفيكسيشن يعني ايه؟ الفيكسيشن ان انا هربط الاثنين في بعض. طب انا هربطهم بيه؟ انا مش هربطهم، مش هجيب خيط وابره واخيطهم في بعض، لا انا هحط تايبس اوف الاستكس، يعني احط سكرو فوق وتحت او في السنان، وبحط فيهم اساتك عشان يفضلوا قافلين على بعض، بغير الاساتكس دي كل شويه. لو حد فيكم مركب قرص وهيفهم هذا الموضوع، بغير الاستكس دي كل شويه عشان احافظ على الاوكلوجن بتاعي. يبقى اول حاجه عشان اظبط الديفيشن دي هعمل الانتر ماكسيلاري فيكسيشن. طب حاجه تانية ممكن اعملها؟ في حاجه انا اعملها اسمها اكريليك ريزن رام. يعني ايه الاكريليك ريزن رام دي؟ طبعا اكريل سهل جدا وسهل استخدامه واقدر اعملها بسرعه. انا بعمل حته اكريل كده
زي ما انتوا شايفين البيشنت بيلبس زي طقم او برشة زيتش كده صغير، ونازل منه حتة اسمها بلة الرام، شايفين؟ اهي الجزء ده اسمه بلة الرام. بيعمل ايه؟ البيشنت كل ما يجي يحصل له الفورس فور روتيشن ويقفل غصب، عايز يقفل غصب عنه في الناحية الريستيكتد، هيلاقي حيطة. هيلاقي ايه حيطة؟ بص اهو، هو جاي عايز يقفل غصب عنه في الناحية الريستيكتد، عايز يقفل كده، هيجي يحرك بقه يلاقوا ايه؟ يلاقي الحيطة دي واقفة قدامه منعاه ان هو يدخل يعمل له لاترال موفمنت ويدخل ناحية الريستيكتد، فيفضل واقف في مكانه. يبقى انا ما عرفتش اعمل الاستيك، لان الاستيك الانتر ماكسيلر فيكسيشن دي بتعمل مشاكل بعد كده نتيجه ان بقه بيفضل متجبس فتره طويله. طيب ممكن اعمل حاجه ثانيه اسمها ايه؟ الريزن رامب دي. ايه الريزن رامب دي؟ البيشنت بيلبس بليت او حاجه شبه الستنت، بيحطها في بقه، نازل منها جزء بلاتين كده، بليت بلاتين. يجي البيشنت يحاول يقفل يمين او شمال، يلاقي ايه؟ حيطه تمنعه ان هو يقفل، ويفضل الاوكلوجن بتاعي منتين. حاجة كمان اسمها التريننج فلانج. تريننج فلانج، انا بعمل تريننج للماسلز بتاعتي ان هي تقفل نورمال. طيب انا هعملها تريننج ازاي؟ نيجي نبص على كده، ادي التريننج بتاعي شبه الجزء اللي محطوط في اللي احنا قلنا عليه البلت الرامب ده، الريزن رامب ده، بس المرة دي انا عملت في البرشل وعاملها من ناحية البكر. يعمل ايه؟ بعمل منتين للأوكلوجن في مكانه. اهي ادي برشل طالع، وطالع منه ايه؟ زي ما احنا سايبينها اهي، فلانج، اسمها تريننج فلانج. تريننج فلانج تعمل ايه؟ لا معلش، انت افضل مزقوق كده وافضل دي النورمال اوكلوجن بتاعك، ما تفضلش تعمل فورس في الاوكلوجن والروتيشن. انا عامله لك جايد واقف عليك ان هو دي، عارفين زي ما ببقى حاطه ايدي وماسكه، لا مش تتحرك يمين وشمال، دي نفس النظريه، انا حاطه بدل ايدي دي حاطه فلانش، همنعك تتحرك يمين وشمال. طبعا في منها اشكال ممكن تبقى ميتال، ممكن تبقى اكريل، ليها كذا شكل. طيب عندنا حاجة من برضه اسمها الليب سبورت بروثيزس دي، عشان البيشنت طبعا احنا لما قلنا انا شلت المندبول، احنا بنتكلم برضه عن discontinuity defect، شلت جزء كبير والماسلز قلنا بقت ايه ستريتش كده، مش الماسلز بقت ريلاكسد كده، مفيش حاجة ماسكاها ولا أي حاجة. فأنا عايز بس عشان أحسن شكل البيشنت ده أعمل حاجة اسمها ليب سبورت بروثيزس دي، بحطها عشان تعمل سبورت للور ليب والخد اللي هو الجزء اللي فيه ديفكت، وعشان شكله الخارجي. شكلها ايه؟ ادي البيشنت بتاعي الديفكت بتاعه في الجزء ده اهو ديفكت، فانا حتى هتلاقوا ان هي اتخن من بقيه الاكريل، تخينه شويه عشان تعمل سبورت، ان انا شايله جزء كبير فعشان تعمل سبورت، وماسكه طبعا لو هو عنده سنين ماسكه فيها، والناحيه التانية اكستند. يبقى انا اول حاجه بعملها في اتجاه العلاج للبيشنت اللي عنده مانديبولار ديفكت، بحاول اظبط الديفيشن اللي حصل له. بظبط الديفيشن ازاي اللي عنده؟ قلنا لا نعمل انتر ماكسيلر فيكسيشن، او اعمل له بلات الراب، او اعمل تريننج فلانج، او وكمان ممكن اعمل ليب سبورت. طيب احنا ايه الحاجة اللي هي على الوش كده اللي هي الديفيشن؟ طب الديفكت بقى نفسه، الديفكت نفسه هعمله ازاي؟ الديفكت الأول عشان أقدر أتعامل لازم أعمله كاتيجوريز كده وكلاسيفيكيشن أقسمها فيه. احنا قبل كده كان عندنا تقسيمات، ده واحد اتنين جداد هيعملوا تقسيمة جديدة، ويا ريت بقى انتوا تعملوا سكيمة كده صغيرة تحطوا كل ديفكت من اللي قسمه عشان ما يدخلوش على بعضه. المرة دي معانا اتنين اسمهم كامبر اند كيرتس، عاملين كلاسيفيكيشن للمانديبولار ديفكت، قسموها ل 6 كاتيجوري. اول واحد معانا تايب 1 ريسكشن، قال لك ده ديفكت في الالفا بون والمانديبولار كونتينيتي زي ما هو، يبقى ده يندرج تحت الكونتينيتي ديفكت.
شايل جزء اهو البولار سيكشن بس البولار مود، هنجيب لك كونتينيتي زي ما هو. طيب كلاس 2 من كونتينيت كيرسز كان ايه؟ كان لاترال سيكشن من اول الكاسب، يعني من عند ال من بعد الكاسب، من بعد الكاسب يعني من اول من بعد الفايف هتلاقي ايه شايلين الجزء دوت. ادام شلت بقى، شلت خالص مش قلب الربون بس، انا شلت البون كله، يبقى عندي ايه نص اوف كونتينيتي، قطعت البون كله والماسلز بقت ايه مش ماسكه في حاجه. طيب 3 ريسكشن اخد لغايه الميد لاين، نص المندبل شلته، نص المندبل شلته. طيب طيب فور عامل لاترال موشن من المندبل و اكيومنتيشن، ممكن اعمل له اكيومنتيشن عشان ريستور الفانكشن بتاعه. عندي ريسكشن في اللاترال بورشن اهو، في اللاترال بورشن، وممكن اعمل له اكيومنتيشن عشان ريستور الفانكشن، يبقى دوما كونتينيتي ديفكت مش ديسكونتينيتي. كلاس 5 عامل ريسكشن وهضطر اعمل له شغل كبير جدا عشان ارجعه للنورمال، عايز سبسيكوينت امبلمنتيشن واحط له بليتس زي ما انتم شايفين وسكروز، يعني ده ديسكونتينيوت قطعت البول. يبقى في تايب 4 و5 عكس بعض، دون الامبلمنتيشن عشان اعمل له ريستور حاجه بسيطه كونتينيوت ديفكت، ده ديسكونتينيتي وشلت جزء كبير من الجون وبحتاج ان انا اعمله سبورت بالبليتس والسكرو زي ما احنا شايفين. كلاس 6 شبه كلاس 5 بس ما اقدرش اعمله ريستور سيرجري، ما اقدرش دكتور ارجع بشكل. نعم ممكن تعيد كلاس 4؟ حاضر. عامل ريسكشن في اللين في اللات لاترال بورشن كده اهو، في اللاترال بورشن بتاع المندبل، وممكن احط له حبه بون صغيرين وارجعه، هو كونتينيو ديفكت ماشي سهل يتعمل. بلس 4 لاترال بورشن بتاع المندبل واقدر اعمل له اوجمنتيشن وهو قاعد ما عندي في السيرجري واظبطه ماشي. طيب كلاس 5 انا عامل ميد لاين ريسكشن. وده يا دكتور ايه الفرق بينه وبين كلاس تايب 1؟ لا كلاس 1 كلاس 1 بيبقى جزء من البون وسط البون مش في اي مكان، يعني لو بصيت على جزء تايب 1 اهو، تايب 1 اهو اي جزء من البون، ما قلتش لاترال، اي جزء من البون هشيله وبس في الالفولار ريسكشن، الفولار بون بس ماشي، والكونتينيتي متكمله. لكن كلاس 4 انا شايل من لاترال اهو من اخر من، يعني شايفين انا شايل حته كمان من ال من الكورونويد بروسس ماشي، اقدر اعمل لها ايه؟ اقدر اعمل لها بون اوجمنتيشن، سهل انا اعمل لها بون اوجمنتيشن وارجعه لشكله الطبيعي النورمال ماشي، لاترال بورشن في اللاترال بورشن ماشي. طيب 5 بقى في الميد لاين ريسكشن وشلت البون خالص وهضطر ان انا اعمل له بون اوجمنتيشن واعمل له بليتس واعمل له سكروز عشان ارجع الفانكشن بتاعه. اوكي اوجمنتيشن يعني هحط له بون عشان ارجعه للنورمال فانكشن. كلاس 5 كلاس 6 شبه كلاس 5 بس صعبه ان انا اعمل لها ريستور، مش احنا قلنا لما كل ما يكبر عندي الديفيشن وكل ما يكبر عندي الديفكت صعب ان انا اعمل له اوجمنتيشن وارجعها لشكلها الطبيعي. يبقى احنا عندنا هو كلاس 5 دي اصلا يعني ما تبقاش ناس بتستخدمها كتير بس عشان ما تتلخبطوش. الاول كلاس 1 ريسكشن مش في مكان معين، اي حته من المندبل بس كونتينت ماشي، باخد مين؟ الفولار بون بس، باخد الفولار بون اهي
الحته في الماندبل دي في الريدج. اوكي بلس 2 لاترال سيكشن بعد البايكاسبت وفيها لوس في الكونتينيتي بتاعتها بعد البايكاسبت بعد البريمولر من اول المولر يعني في لوس في الكونتينيتي بتاعتي. بلس 3 اخد نص الماندبل نص الماندبل اتشال. بلس 4 لاترال بورشن الجزء العالي خالص اهو شايفين من هنا ده شيلته وهقدر اعمل له اوجيومنتيشن سهل ان انا اعمل له ريستور للفانكشن مش هيحتاج بليتس ولا سكروز زي ما نشوف في كلاس 5 اللي هشيل ميد لاين هشيل من النص يعني هشيل مثلا من الكناين للكناين. اوكي وهعمل له ممكن اعمل له اوجيومنتيشن وريستور للفانكشن واحط له بليتس وسكروز وبون اوجيومنتيشن واقدر اظبط الكيس وارجعها لشويه من النورمال. كلاس 5 زي كلاس 6 زي كلاس 5 بس مش هقدر اعملها ريستور اتشلت كتير حصل ديفيجن كتير لدرجه ان انا مش هقدر اظبطها. كلاس 7 هي شبه كلاس 5 بس ما اقدرش اعمل دوكيومنتيشن بعد ريسكشن. بصوا يا دكاتره كلاس احنا لو بصينا كده على كلاس 5 عشان في ناس بتقول اسهل كلاس 5 انا عندي ريسكشن ميد لاين ريسكشن بس هقدر اعمل له اوكيومنتيشن وبليتس واظبط شكل البول. ينقسم تحت كلاس 5 دي حاجتين شبههم اللي هما بيطلقوا عليهم 6 و 7 لا اما ما اقدرش ارجعها او ممكن او ممكن ما اقدرش احط لها اوكيومنتيشن. يعني انا عندي اهو الحالة دي شايفينها عندي كلاس 5 وحصل لي ميد لاين ريسكشن شيلته البيشنت ده وهو جوه اقدر اعمل له البليتس واقدر اعمل له سكروز واقدر اعمل له بون اوجمنتيشن واظبط الكيس. ممكن يجي نفس البيشنت ده وعنده ميد لاين ريسكشن بس لا اما ما اقدرش اخضعه لجراحه ان انا اشتغل لا اما ما اقدرش اعمل له بون اوجمنتيشن يعني لا اما ما اقدرش احط له السكروز والبليتس دي وما اقدرش اشتغل عليه اعمل له سيرجيكال ريكونستراكشن لان الديفكت كبير لا اما ما اقدرش اعمل له بون اوجمنتيشن. يبقى احنا هنخليهم هم خمسه واحط في دماغي ان كلاس 5 جنبيها حاجتين في سب ديفيجن كده منها ان كلاس 6 ممكن ما اقدرش اعمل له سيرجيكال ريكونستراكشن ما اقدرش الديفيجن كبير الديفكت كبير مش هقدر لا اما كلاس 7 اللي هي ما اقدرش اعمل له بون اوكيومنتيشن. خلاص يبقى لو بصينا عليهم كده كلاس 1 كلاس 1 بتاعتنا هي اللي في الالفيولار بون والحمد لله هظبطها وزي الفل. كلاس 2 قلنا لاترال ديفكت من بعد البايكاس من بعد البريمول. كلاس 3 اخدين نص المادة شلناه. كلاس 4 لاترال ريسكشن واقدر اعمل له اوجيومنتيشن. طب كلاس 5 ميد لاين ريسكشن واقدر اعمل له سيرجيكال وبون اوجيومنتيشن الاثنين السب ديفيجن منه. كلاس 6 لما ميد لاين ريسكشن مش هقدر اعمل له بون اوجيومنتيشن او كلاس او كلاس 7 اللي احنا قلنا ايه مش هقدر اعملها سيرج. يبقى احنا النهارده عرفنا ايه في المحاضره الحلوه الصغيره دي عرفنا ان انا عندي ديفكت في المندبل زي ما بيحصل في المجزل الديفكت دوت بيحصل على اساس ايه على اساس التروما والتيومر ريسكشن الانفلاماتوري ديزيز والراديوميكروز. طيب ايه الاكبر مشكله بتقابلني غير طبعا الاكل والشرب والسلايفا دروبينج والكلام ده كله عندي مشكله الديفيشن. عرفنا الحاجه البسيطه ان انا هعمل الديفيشن اصلحه ازاي وعندي ايه تاني غير الديفيشن اللي انا بصلحه دوت عندي قسمتهم لتو مين كاتيجوريز كبيره
لا اما واصله على بعضيها واسميها كونتينيتي ديفكت ودي اسهل في العلاج، او ديس كونتينيتي ديفكت ودي صعب ان انا اعالجه. وعرفنا ازاي هنعالج الديفيشن، او الحاجه بتبقى باينه قدام الديفيشن ازاي اعالجه، وبعد كده خلال الهيلينج بتاع البيشنت نبتدي نبقى نعمل له التريتمنت بتاعه اللي احنا هناخده في المحاضره الجايه. طيب عشان اعرف ازاي اتعامل مع حد وابعت له حاله، لازم اعرف الكلاسيفيكيشن اللي احنا سميناه كانتر اند كيرتس. يبقى احنا عندنا في كونجنتال ديفكت بتاع الماكزيلا، وده واحد اسمه فو او هيركن، راحوا مقسمينها ماشي عشان تفتكروا. وجه عندنا في الاكوارد ديفكت في واحد اسمه اماني راح مقسمه. عندنا في المانديبولار ديفكت عندنا كانتر اند كيرتس كلاسيفيكيشن. طبعا في كلاسيفيكيشن ثانيه تتعمل، بس الموست كومن يوزد هو الاسامي اللي احنا اخدناه، عشان كده عشان ما تنساهاش ولا تتلخبطوا فيه. حد عنده اي اسئله؟ يا دكتور، هو كان في محاضرة الصبح غير دي ولا ديت بس اللي اتشرحت النهاردة؟ هي دي في المجموعه، انتوا المفروض متقسمين A و B، والصراحه الصبح المجموعه ايه ما حدش حاضر، فانا مش عارفه بقى انتوا بتحضروا كلكم في ناحيه واحده ولا ايه، مش عارفه لا، الصراحه. ما فيش مواعيد أصلا نازلة للمحاضرة يا دكتور. والله هتلاقي على الاناونسمنت هتلاقوا انا حاطه ميعاد المحاضرتين. هي محطوطة، ماشي، محطوطة في الكورس بتاعنا، بس مش محطوطة بره على المواعيد اللي هي بتبقى علينا، مثلا بيبقى في تاريخ كده نازل عليه المواعيد، مش محطوط. يعني انتوا ما جالكوش اللينك اللي انا عملته؟ لا موجودة هو يا موجود. دكتور، للأسف هي موجودة يا محمود. هي ماشي، انا عارف ان هي موجودة، بس موجودة جوه الكورس نفسه، انت تخش على الكورس لا لا، هتلاقيها. بره بره موجودة، بره في اليوم. هي عندي الصراحة ما كانتش موجودة عندي برضه. بس انا حاولت ماشي ادخل برضه عادي. الساعة 8 ما كانتش ظاهرة عندي، ودخلت من شوية لقيتها موجودة 8 و 18 دقيقة، ما اعرفش بصراحة، عارف في بقى وبعدين تحتها برضه تسعة يوم وأربعين الخميس، دقيقة برضه يوم الخميس محاضرة الساعة 9 وتلت 10 لتلت دي ولا 9 وتلت دي، برضه محدش حضر، ورجعت هو اديتها بتاع 7. المشكلة بتبقى في المواعيد قول بقى، مين كان بيتكلم؟ مش بتبقى موجودة بره يا دكتور في المواعيد المترتبة في اليوم، بس هي بتبقى موجودة جوه في الكورس نفسه، فعايزة اللي يخش يدور عليه. ممكن يا دكتور حد يتواصل طيب مع احنا حضرتك يعني ويتاكد بصوا احنا معانا في هنسبق، الميعاد واحنا ننزله على الجروب. ما انا على فكره انا المره اللي فاتت بتاع يوم الخميس لما قلت لي ان الناس مسافره وما اعرفش ايه، قلت لها طب شوفوها مين اللي مسافر وكده، وانا اديت نمرتي لميار تقريبا او حد، وقلت لها اتفقوا وابعتي لي واتساب. فانا ما عنديش مشكله ان احنا يعني تتفقوا وشوفوا، حتى لو انتوا ميعاد الخميس اللي بدري ده مضايقكم، انا ما عنديش مشكله الخميس او الثلاث ان احنا نغير المواعيد حسب ما يناسبكم انتوا، لو انتوا عندكم مشكله في البدر، لكن انا بنزل مواعيد وفي الاسف بقعد كده ابيع لبن ومحدش بيجي. خلاص يا دكتور، احنا نتواصل مع حضرتك ونعرف المواعيد وننزلها.